احنا قاعدين سبعه النهارده، كل واحد خلاص الاكل بتاعه. نيفا نيفا ده يبقى دوب والله سخن نار. لا مش نار، لازم بصل بتاع نيفا حاجه رهيبه الصراحه. في حمام هنا بغسيل ايد قبل وبعد، حتى وانت ماشي في الشارع مش هتاكل واغسل ايدك. الطالب من 120 صعب واحد يخلص لوحده، لازم اثنين ولا حاجه. يعني دي انا ما اعرفش ايه دي، بس بكره خلاص يلا في نفسك. 100% الناس بتطلب الطلب ال 120 او 150 على حسب الطلب ايه، ما تعرفش تخلصه عشان ما شاء الله طبق كبير، عايز اثنين اقل حاجه يخلصوه واثنين اكيله. يعني الناس فرق اللي هي 120 جنيه ده غالي، لا 120 مش غالي. وما تاخدش بالعيش، العيش مش هيخليك تعرف تاكل الاكل ده كله. هم منزلينك معالق وشوك، خد بالمعالق وشوك بالطحينه والسلطات والحاجات دي. ايه يا جدعان ما حدش ياخد العيش، مش عارف خلاص. ايوه تقول ايه؟ العيش مش عارف تخلص، العيش بيخليك ما تعرفش تخلص. كل بس كل بس والله للاسف الشديد كده كده هتسيب اكل. الحضر ما اعرفش ايه ده، ايه ده بقى ما اعرفش، ده كبده دي ولا ايه؟ لا مش كبده، دي بحار ولا ايه؟ بس طعمها حلو قوي يا ابني، دوق اقسم بالله حلوه والله حلوه. طحال عالمي احسن حاجه تاكل النهارده. يعني اي مكان بتروحه لازم يكون معاك طحينه عشان تعرف تغني. اما المكان دوت مش معاك طحينه، طعم حلو قوي، البهارات فيه قويه، الخدمه محترمه جدا، ناس محترمين. الطلب 120 جنيه مش عارفين نخلصه، تقول قوي حلو قوي القاهره. والورع العنب ابن ناس، بس ورع العنب سخن قوي ما اعرفش ادوقه. يعني انا راجل المفروض اكون يوتيوبر. في منبار اهو، في كفته كمان، ما اعرفش ايه دي، ايه دي ما اعرفش. المهم طعمها حلو قوي، طعمها حلو قوي. طيب عايز لها حالب ولا طحالب ولا الحاجات الغريبه بيقولوها دي. النيفا اهي، النيفا بتدود. بسم الله برو، دي النيفا. انت مش عايز من بره؟ النيفا معز دي ولا ايه؟ دي نيفا معرفش معز ولا لحمه، بس سخنه النار. النيفا هو ما بكرهها الصراحه، بس بتدود. ده لا عيش، ده عيش طري جدا والله، ده لازم تطلع من دماغك حالا. حتى اخبار نيفا، اخبار نيفا، حطوا حبه طحينه خلاص. تاكل من غير طحينه؟ جميل جدا. لحمة راس شايفين التأمل. في مشاكل لحمة، في مشاكل اللي هو الفشة والكرشة والحاجات دي. أنا بالنسبة لي الفشة والكرشة أحسن بكتير، عشان شكل اللحمة إحنا ممكن نعمله في البيت. كلام بتاع والله. حطها في حبة ملح زي ده. البهارات عاملة إزاي؟ ده ملح أهو. تعمل كده. النيفا طرية جدا جدا. أول مرة أدوق دي في حياتي. معرفش دي خروف ولا ماعز. فلفل حلاق، لازم فلفل حلاق. سجق ايه دي كبده دي ولا ايه؟ دي طحال تقريبا، طحال ولا ايه ده؟ دي برضه نفس لا سنه انبار. دي مخ ديت ولا ايه؟ ولا كليه دي ولا كلوه؟ يبقى طحينه. يبقى كده احنا عملنا سندوتشات، حط حبه بهارات ونجيب خيار وطحينه طماطم ونعمل كده ونخرج. احلى مسا يا عمنا، احلى مسا، احلى مسا، احلى مسا، احلى مسا يا مجا. ونورك يا غالي والله حبيبي والله. مطعم بجد اقرب محطه ليه محطه محمد نجيب. ما تجيش بالعربيه عشان مش هتعرف تركب. في دور تاني فوق اهو وفي الشارع. جميع انواع الطرق. قطر عيش ممكن تاكله في حياتك كلها، العيش طالع من المخبز عليك على طول، بيغلي الاكل طالع من الفرن على طول عليك. ودي النيفا سخنه نار وطريه جدا. دي كوارع بالورق العنب. ودي الفته بص عامله ازاي. الحوض اهو وبكر اهو، في مطعم بكر اختراع الحوض ده. حتى لو انت ماشي في الشارع ممكن تسيبه. لا ما شاء الله اه، كبده وسجق وكل حاجه، وبصل كبده وسجق والمخ، كل حاجه بتتعمل قدام الناس كلهم.